السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة معايا فيديو جديد وخبر جديد، وزي ما متعودين هنصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ندخل في تفاصيل الخبر بتاعنا، وهي اخر اخبار دليل عبد العزيز بعد تداول كل الصور من داخل المستشفى ليها. هنعرف كل التفاصيل مع بعض، بس يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا ظهرت صورة مؤخرة للفنانة دلال عبد العزيز من داخل المستشفى زي ما انتم شايفين كده، وفي علامات كتير جدا لحقن في ايديها، طبعا مكان ما بتاخد يا عيني الحقن. طبعا الجدير بالذكر ان الفنانة دلال عبد العزيز عندها تليف في الرئة، وطبعا ده بيسبب ليها ان هي بتتحط على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة جدا، خصوصا ان نسبة الاكسجين في جسمها بتوصل ل70%، فبتحتاج كميات اكسجين كبيرة، وده اللي اكد عليه الدكتور بتاع المستشفى والدكتور المسؤول عن حالة دلال عبد العزيز. وطبعا عن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة دلال عبد العزيز وزيارة الفنانين ليها، فالصورة دي كانت موجودة على طبعا الصفحة الرسمية للفنانة إيمي سمير غانم والفنانة دنيا سمير غانم، كل اللي أكد حسن الرداد إن إيمي سمير غانم ملهاش أي صفحات على الفيسبوك، وإيمي سمير غانم الصفحة بتاعة الفنانة دنيا سمير غانم اللي موجودة عليها مليون مشترك لحد دلوقتي، معرفش هل هي فعلا بتاعتها ولا لأ. وطبعا كلنا بندعي بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز وترجع لولادها بالسلامة. ولو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك شير او فعلوا زر الجرس دلوقتي، وما تنسوش تدعموا الفنان الراحل سمير غانم بالرحمه، ربنا يرحمه ويتقبله عنده في فسيح جناته، واترككم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.